ولدت الفنانة رجوات منصور في عام 1914 بمحافظة أسوان، لكن يبدو إنها منذ الصغر قد عانت من التنمر لأنها لم تملك معايير الجمال، تلك المعايير السطحية التي وضعت من قبل أشخاص مرضى. أخوات رجوات جميعهم تزوجوا وبقيت هي وحيدة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عانت من تلك النظرات التي حملتها الذنب في إنها لم تمتلك معايير الجمال التي تمنحها تذكرة الزواج وتكوين أسرة جميلة، ففرت هاربة من تلك النظرات لتحاول البدء في مرحلة جديدة، فجاءت إلى القاهرة وحاولت الاستقرار من خلال العمل في تنظيف البيوت، وقادتها الصدفة لدخول عالم التمثيل، حيث تم ترشيحها إلى فيلم ليلة الدخلة بعد رؤيتها، حيث تناسبت شخصيتها مع دور سوسو في الفيلم. وكان فيلم ليلة الدخلة للفنان إسماعيل ياسين أحد الأفلام القديمة واللي حقق نجاحا كبيرا، وكان في صالح رجوات التي انهالت عليها العروض من المخرجين بعد هذا الفيلم. حصلت رجوات على الفرصة واستطاعت أن تكون مميزة، وعرض عليها الكثير من العروض وجميعها في دور الفتاة القبيحة، وبعد 14 فيلم رفعت رجوات راية الاستسلام، فلم تستطع مقاومة التنمر ووصفها المستمر بالفتاة القبيحة في الوسط الفني، ففرت للمرة الثانية من هذا الوسط وعادت للعمل في المنازل، وكانت تسكن بجوار شيخ يعيش مع والدته ولديه 8 أشقاء. وقدمت رجوات يد العون لهذه الأسرة دون مقابل، فكانت ترعاهم دون ملل. كان الشيخ حينها متزوج من أرملة لديها 4 أبناء لكنها توفت، لذلك عرضت عليه والدته أن يتزوج رجوات لتساعده في تربية الأطفال، ووافقت رجوات بأن تتزوج الشيخ، وعاشت سنوات تعتني به وبوالدته وب12 طفل، إلى أن سعادتها لم تستمر كثيرا، حيث رحل زوجها ووالدته ووجدت نفسها مضطرة لتربية 12 يتيما دون أن يكون هناك أحد يساندها أو يقدم لها يد العون، لكنها لم تبخل عليهم واعتبرتهم جميعا أبنائها، ونجحت في أن تصل بهم إلى بر الأمان حتى كبروا وتزوجوا وامتهنوا أفضل الوظائف في مجال الطب والهندسة وغيرها. وقرر كل شخص من الـ12 أن يأخذها لتعيش معه شهر ويكون مسؤولا عنها وعن أكلها وشربها وخدمتها. وقرر أحد الأبناء أن يفاجئ رجوات، فقام بأخذها لأداء مناسك الحج معه. وفي يوم تاهت رجوات من نجلها الذي أخذ يبحث عنها حتى وجدها ساجدة في الحرم النبوي، ولكنها قد ماتت. ماتت وهي ساجدة، ما أجملها حسن خاتمة. ودفنت رجوات في المدينة المنورة، وأطلق عليها أكثر من لقب مثل أم الأيتام وملكة جمال المدينة المنورة. بعد رحلة من العناء في تربية هؤلاء الأيتام والعيش في وسط يأخذون بجمال المظهر الخارجي لا الجمال الداخلي.